شبح. لسه يا ابني في خناقه الايميلات بتاعتك دي؟ انت على طول متوهنا كده يا ابني. انا النعمه بقى حلك لما اخد فلوسي. مش ناوي تقول الحقيقه؟ السكوت مش هيفيد. هي كده بتقول لك ان انت شكلك ما قريتش الايميل اللي قبل كده وارجع اقرا تاني. هي بتهينك بس بالادب. بقول لك ايه يا اسطى، ما تجيب سكوب ست من عندي. هموت ايه؟ ما تخافش بقى. عشان خاطري عشان يا بنت. ماشي. شغلك تروحي وبترجعي منه في ميعادك بالظبط، وعمرك ما بتتاخري. وبعدها بتقومي رايحه على النادي عشان تجيبي كلارا بنتك. بعدين انا شفت منك ازرق ولا احمر من ساعتها. يا عم بلاش افاره، الله يبارك لك. بص اديها حته سوري فور بينج انكلير. انت كده بتقول لها ان المشكله عندها هي وترجع هي تقرا الايميل. ابني على اخوانا والله يا كبير. انت على طول مشغوله طول الوقت. لو عمرنا شفناكي رحت سنتر ولا مركز لغه. اخدتي بقى الايلتس ازاي؟ لحقتي انت وفين وازاي؟ انت في واحده ست بره بتسال حضرتك اسمها اودي، ومعاها اتنين ستات تانيين بيقولوا ان هم صاحباتك من جمعيه ارامل سانت فاطيم. يا عم لا، الله يخرب بيتك اتنوت يا عم. معناها ما تصدعناش وما تلغيش كتير. وكمان حسن ابو خاطر ولا انت بلبع ايه؟